لين هنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. لين هنتين ونص وأنا واعي البارحة، لين هنتين ونص وناجم الصباح الأخير. والله يا أبوكم لا حاتي شيء ولا بمتروع من شيء ولا شيء يعورني ولا آنس أدنات الدون، لكن سبحان الله ناس شبعان رقاد، ناس شبعان رقاد، ولا أهويس بشيء ولا أفكر بشيء ولا شيء. بغيت يجيني رقاد. تدرون متى بيجيني رقاد؟ عقب صلاة الظهر، عقب الغداء بيجي رقاد. هذا لازم على الأقل ساعتين، ساعة ونص قاصر زايد شيء بسيط. هي ما أدري كيف هاي سلطة جديدة حين هذه، هذا الكلام بين أسبوعين ثلاثة رقاد الأول 6 ساعات، حين 4 ساعات، 3 ساعات ونص وأشبع رقاد. شو هذا ظنكم؟ هذا هو الكبار ولا شو الموضوع؟ هي سياقة، هي عين، شو اللي صايب مني؟ أنا 4 ساعات 3 ساعات ونص وأنا شدتش أدتش يا غير حصان. والله يا أبوكم أدتش يا غير حصان، لا في كسل لا في قادة. هي والله سبحانك يا رب، ولا غاب الرقاد ماشي شارات الرقاد ومهيئ الدنيا كلها، الدنيا داخل كلها ظلمي وكندي شم بارد وما أدري شو، لكن هاي بعد شغلة طويلة عريضة. الله المستعان، إن شاء الله أنها بتيسر الأمور على الله. دراني من العلوم الجديدة طالت عماركم اللي منتشرة في البيوت، هجر المدخن. هجر المدخن، المدخن آزم مهيور، مهيور ما تتورى الضوء ولا تنحط العودة إلا كان جايينهم ضيف. ليش؟ هل البيت شو بلاهم؟ هل البيت شو بلاهم؟ البيت اللي فيه عيال ريايل بالحاها بحريمهم، أنا ما أشوف يفوح المدخن عندهم. ليش المدخن ما يفوح إلا يوم حد يأينهم ضيف؟ العود ليش بعشرات الكيلوات مخزن في الصناديق؟ ليش العود ما تتظهر حق الأخت والأخو، حق الصاحب والصديق؟ ليش العود ما تتظهر بطريقة يومية؟ شو السبب؟ ليش اللي 24 ساعة يفوتخ في البيوت دخون ومقرص، دخون ومقرص، دخون بياعي؟ شو السبب؟ اللي يتخزن هذا قالوا الذهب زينة وخزينة، العود العود يتظهر ويتدخنوا بالعيال والبيت وراعي البيت وراعية البيت. الدخون للحجر، الدخون يدخلوا بالستاير، يدخلوا بالله يعزمك وسامعين الحمامات، يدخلوا بالصالات، يدخلوا بالفراش الشراشة في البرانيس، روحوهن ودخنوهن، حطوهن تحت المدخنة، رزوا المدخنة حطوا المدخنة تحت، روحوا الشراشة وعطروهن وعدلوهن وحطوهن أبوي فوق المدخنة وروحوا. وآزم ريحة الفراش تعطعط دهر، ريحة تخنين، ريحة الفراش تغدي خنينة يوم المدخن، يوم المدخن محطوط تحت المدخنة ومعطر الفراش ومدخن، وغادي ريحة البيت تهاوي من 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 ريح الخنين وخامر وخامر العطر. لازم البيت ريحته صابون ومبيض وكروركس وديتول. أنا أبو البيت أبوي ما بمصحة ولا مستشفي، هيلا بيس ديتول، ديتول الأول يسمونه يرح السيف على فكرة، ديتول الأول يسمونه يرح السيف. هي والله حين وين ما تصير كل ريحة أبوي ديتول وصابون. لازم البيت يبقى ريحة خنينة، يبقى ريحة فنانة. ترى ريحة العطر، العطورات هاي كلها معقمة، معقم عبارة العطر، معقم العطر ريحة طاردة، العطر الخنينة ريحته هاي ريحة طاردة للمكروبات للجن والعفاريت. يا مال الجن ليك فخ ريحة اللي ما يداني العطر. هي والله هذه الجن، هالجن اللي ما يدانون العطر ولا يدانون الدخول ولا يدانون الريحة الطيبة، ها جنانوة، ها جن أرضي، ها أرضي ما يحب الريحة الخنينة. هي والله 10 أو 15 سنة سار شرتنا المنتزه في اسكندرية، ونازم من حجرتي وعندي $100 بقياس رفن مصري جنيهات، وشلكم انتو قدامي في الكاونتر وين الصراف مع الفندق بحرمة قدامي لابس مزلط، أشوفه كني الحين صاب غراسة لونين شمس وظلة، من تحت رفيع غير ومن فوق بعد غير، شيء غامز وتحت لونين، المهم شمس وظلة.
وشلكم انتو؟ انا متروح حاط هاك الطايفي، حاط هاك الطايفي جايني ظاهر من عند ناس جاي من غزر مال، هاك الطايفي اللي ما تحل عليه طايفي في الدنيا العوده. ويوم جيت هنا اقربها خلصت هي تفر ويها جداي هاك عروق رقبتها متشطنات لا اله الا الله، تحرى ظهر بنها ببريجع. الله بالمستعان، وشلكم مين اللي حاطط ريحه كاس؟ كتت وقت ويهج ابراهيم انسى هالكلمه، كل كلمتين تنقال قدامي وسوى اي حدث ناس انه الا هذه غرب الله اتذكر حتى شو لابسه، لابسه مزلط متونها كلها ظهرات. والله يا ابوكم كاني اسمعها الحين، مين ده اللي حاطط ريحه كاس وطالعني جيب طرف عينها بتحرى راوحه خيل، تحرى راوحه خيل غرب الله تج وقتش وقت ويهج. والله يا ابوك طايفي من افخر الطايفي اللي حاطنا هاك اليوم، مين اللي حاطت ريحه كاس؟ حط ان شاء الله في حاميه اللهب، ما غرب الله والله اني ما ابراهيم انساها، كني اشوف الحين هدي ما ادري شلون خلاها تيجي قدام عيني الحين. هي والله يوم ناطري العطر ولا شيء عاته. الله بارك الله، الله بالمستعان. شو بقول لكم امور؟ السلام عليكم، صباحك الله بالخير ابو محمد اخوك عبد الله الهليل، وصل المدينة سلمك الله، ودعينا لكم دعاء خاص مركز من النوع القوي، صلى الله يتقبل منا ومنكم العمل الصالحة ويتعكم الصحة والعافية. دعينا لكم دعاء للأولاد والعائلة ولأبو راشد حفظكم الله ورعاكم، نراكم بأحسن حال إن شاء الله. نعم. زين. أيوة. أشوف تحلقت التحويل، أكو بتحلج؟ لا أنا عايز بسكر، لا لا شو يعني؟ هي الجمعة مصلي مسكرين؟ لا أنت ما تهول كذاب. ليه أنا خالف، لا أبغى خلاف الأول، خلاف. أنت شو تبغي؟ خلاف. بس أنت تسر أول عند خلاف وعقب وين تبغي؟ ممنوع سرعة خلاف؟ لا هو حلال. ما بممنوع، ما بممنوع، انت وين تبغي سر، كلنا خدامك يا البرمة، الريال منا والحرمة. الليلة ان شاء الله توكل على الله. انا دقيقة بيك ايرين ست هيار والصلاح ام كامينج، تعال اليوم ما صورت لكم عمري. صلاح تعطي قول هاي نور. ما شاء الله 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 ما شاء الله، بس خليه خليه هنا. هذا طالب عماركم ريوق اليوم كبده، تبيح البحيايتنا تبيحتين هنتين، وحده حق منهل وحده حقين، اللي حق منهل ما عطيت اياها وحالف انا ما اعطيه لان من قبل ما اخذ عني ذبيحه وما ردها، والباحه اخذتها هاي اللي من جايتنا. هاي عاد الكبده حمسه الكبده ريوق اليوم الصبح، وخلاص عاد حينه تلايا خلاص الحين زاهدة. هاي نحن كبدة بهالطريقة تسويها حمسة النمون حافة ما فيها صدو وطماق وما أدري شو ما أدري شو. ها أيوة يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الكبدة اللي حق خالد جبريوق أبو محمد، كبدة كبدة تبيحة تويس فرنسي، ذباح فرنسي هذا جاي عند جماعة او هل اني يبيعون منه ما يبيعون والله الكذبي ذا كله كان بي هاي مطرشي لي انا والله شوف هنتين قبل وهنتين عقب. اول الحمد لله طيب وما شي شراته اكثر تحل علي هذا تشوفون هذا اللي تم قابض تحت هذا عيبني انا. ايوه هذه الله يسلمكم ريوق اليوم. ايوه اليوم جايين ضيوف سوينا لهم ابوي بلاليط ابو علاقه، الحين هذا قيد الانشاء بلاليط ابو علاقه ومحلة زايد. مسويه بعد محلة زايد، شو بعد حفيظ مسويه؟ مسويه عقيلي عقيلي ومحلة زايد وشباب ودنقو، شو بعد؟ تقال خمس نمونات ايه بلالت محلة زايد هي وشباب هي في نهاية شو why you are not smile هي عقيلي 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 وشباب ومحلة زايد ودنقو شو وبلاك وعلاقة خمسة نمونة. أيوة. يلا thank you. هذا حين هاي صبت محلة زايد بنبيت مش قاعد يصبونه.
القرص من يذهب روحه يقش، روحه يقش. لا اله الا الله. بعد ثاني مره خلي هذا ما يشيل. شوف انت وين دهنه، دهن دهن. لازم الخوصة، بلي الخوصة ما يستوي. أيوة. هذه طريقة صب محلة زايد. أيوة بعد أبدأ دقيقة ما يأخذ، خدمة بسيطة والطريقة والمكونات كلها موجودة على اليوتيوب، على الانستغرام، على حسابات الخالدي. العرب سارحين طالت عماركم من وين؟ من قطر، يبون دبي. وقالوا لي بنخطف عليك بنت قهوة، قلت والله بركة من ساعة وإن شاء الله وقت ما يو بيتقهوون عندي، بنعمل بالخير وبنسولف نضحك وياهم وبيكملون دارهم جدا 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 دبي إن شاء الله. وذهبنا فوالتهم، هذي شفتوا فوالة حارة، تعبني الفوايل الحر، ما داني الفوايل الفوايل البارد، كيك وما كيك وما، انا يوز لي خدمه البيت، ما تعيبني خدمه المشترى وخدمة. ما بخل لك، ان اخير يوم الانسان في بيته يعمل العماله اللي يعمل، يعلم العماله اللي عنده ويعلمون اهل البيت، يعلمون الايدي العامله عندهم كيف الخدمه وبيضرون. بس اصبح انت من في الليل والمباشر حبينا بيصبحون الصبح خادمين الخدمه كلها، هبتيهم بنفس الوقت همومات. هاي الساعه الوادم عندك وانت هاي الساعه تقولهم سووا عصيد وسووا هريس وسووا، ما يظهر شيء. ما هذا كله ابوي يبغي تجهيز، يبغي ترتيب. خبروا الهل بالمطبخ شو تبون ريوق من في الليل، وشو تبون غدا من في الليل، وشو تبون عشاء من الضحى. هذا الخبر العشاء تخبرونهم عقب صلاة العشاء، متى بيسب كان الدياي ولا لحم ولا معجنات ولا حتى لو بيتزا. بيتزا يبالها تخمير، يبالها عبالة، يبالها ما يستوي. كلم السوق كلم السوق كلم السوق عنب وهو لا معاش، كم بيبد. أخير خدمة البيت، أخير عن المشتري من برا. هاي يشتري من برا عبارة ما عنده حد في البيت، هاي اللي يشترون من برا، اللي بيوتهم ما فيها مطابخ، ما زين البيت. حين يوم بيبنون البيت قالوا أول المطبخ الرسمي الرئيسي العود والمطبخ التحضيري، وهن ما حتى يخطلنا هالمطبخ، ما يطيحنا هالمطبخ، لعبه هي إلا المطبخ. المطبخ يبالي حد يحدره، حد يامر على الأقل، ما عليه ما ظروفك ما تسمح وضيق لك، لا علمي الخدم، علمي العمال اللي عندك اللي يشتغلون، ايش قال الخدمة كانوا رجال أو نساء، راويهم ايش قال الخدمة، شو يسوون شو ما يسوون، كان خدامات ولا خدامين، يعني اللي هو اللي يكون مش غلط. ها نحن جايبينهم الحين ثلاثة هاي التعليم، والله يبقى جايبينهم ما يعرفون يغسلون وجوههم. اليوم مصبحين حد يسوي محل زايد ويصبحون يخبزون حق رمضان، او مزهبوا عين رقائق السمبوسه اللي لفوبه السمبوسه، هذا عجينه السمبوسه، وزهبوا سمبوسه نحن نسويها سلايد. راويتكم ترى موجود حتى في الحساب مال انستغرام مال سناب طريقه خدمه عجينه السمبوسه. ما بنسوي السمبوسة واللفها، لا الحشوات السمبوسة تسوى اليوم بيومه، يغير العيين من رجب يخدمونها لين الحين تكون خلصوا. جنبي يلا اربع الحق هي سرك بترول شيء بترول لو ما شيء سيارة ما في يجي لايت عيلة تصب بترول. تعال هيا بسم الله بسم الله والحمد لله والله اكبر بسم الله الحمد لله الله اكبر يلا بسم الله. بسم الله صبر 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 ها هذا خصوصي يلا صلاح حرام عليك شاي عناية تعال اربع 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 اليوم راضي الآلهة تعال اربع يلا خيب يبل تحتم كامل بسم الله والحمد لله والله اكبر بسم الله الحمد لله والله اكبر به يلا يلا فيصل تعال خاشوقه تعال عنايه بعد خاشوقه خاشوقتين
بسم الله بسم والحمد الله. لله والله أكبر بسم الله الحمد لله والله أكبر يلا أيوة يلا تعال أنت يلا يلا بسم الله والحمد لله والله بتعذبك عادة بعد واحد مرة اصبر يلا بسم الله والحمد تعال الحمد لله والله والله بينو انت شو تعبان انت وياه شو بالك وياه انا حسام حسانون انزين يا ابو وين وين بس ايشل خل بيشل وعيان صلاح 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 خدام كل خدام توس خدامان وعدنا متروس خده يعني هو ممنوع يشل شيء لا افات ناس يا افات زي صلاح هذا بس خل ازقر ابو عمانه يشل ازقر عمانه اوكي خلاص خلاص ما مالش ايلس ايلس تعال ايلس 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 انت فايز بدك فلاح اوكي فلاح هذا بيت ما في دخل خلاص هذا بيته اللي في البلد الفلاح بيت اثنين بيت لا ومين واحد فلاح ما جايش ليش يعني ليش ما تبغى يشتغل وياه ما يسوي لازم تجوا صالون شو هاي اللعبه يا صلاح وما صلاح ابوي مستوي زعلان يصبح ابوي كلي فاتن وشاعم ولاعن شو ياك علينا انت تغير ابوي وحياته هذا ابوي شلوا الحرارات هاي شلوا الحرارات اوكي شلوا الحرارات لا تقولوا حق فيصل يشيل اي شيء لا 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 بابا بعدين بابا فيصل يجيب سياره هي. هو يقول ودي مالانا مصطفى يا اي وكاله انا ما يودي بس خلاص لا 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 ما نحن الحين نطلب منك خدمه من دريولك يشيل شيء ولا يحرك شيء ما تطيح كل زعلان لا حين يوم بتبين يودون سيارك الوكالة قلت خلي يتبعنا الدريو اللي عندكم حق يرد الدريو لا لا ما حنا خلاص نحن قطع علاقات حين سحب السفير سحب السفير سحب السفير ما في سيء لا ما في سيء ما في شوف فضل يا وحشي يا ول ما سيء ما سيء ما سيء ما سيء انت شخص السيارة بشر الحرارات والله واحد يا بابا يودي الحرارات المطبخ مجنون انت مجنون ولا ما بينون انا مجنون تسند الحين قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله الساعه 10 كذب لا انت ما تكذب هذا الكذاب ايوه صح منو المجنون هذا منو الخبله هذا منو المدحوب هذا منو الخبيله هذا منو اللي ما بصاحي؟ أشوف منو حلاك؟ هذا البينور حلاك يوم الجمعة مسكر حبيبي سائل حق الحلاك الساعة 7 الصبح أنت معزر عليه هذا الكلام شو أنا كلام؟ ما له هو ليش يا صلاح؟ أبوي خلاه بابا شوف أبوي تعال بابا أبوي خلاه أول حلاك ليش يا صلاح أنت تغيرت؟ ما له بابا أبوي خلاه تغير كلي حبيبي ما تعال اوي خلاص يبتي خلنا ناكل تين ولا حشره صلاح يبتي قال ناكلنا تين ولا فينا على حشره صلاح الله يغنينا عنك وعن دريولك الله يغنينا عنك وعن دريولك ايوه صح الله يغنينا عنك وعن دريولك بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن وين تبارك الرحمن يا خير هو تبارك الرحمن خير الخالقين باكلي هاي ها معواية هاي المقتضنة هي هاي باكلها لليوم باكلي بعد وحدة خضراء صراحة أي وحدة أنت تبه أنت تنقى روحك أنا هذه أنا بويت عينك مرة على هاي الفنانة إيه ما أقول عنك شيء يا صراحة هاي أنت أنا بتنقالي بعدني وحدة خضراء أبا هاي ها هاي متفضخة من أطراف فهاي هي زينة هاي أنا أحبها أنا انت وحده وانا وحده ماشي مشكله حق الملايم تزاهب يوم نحن نحتايلك لا هنا تحد من العرب يوم يحتاي ياكي قلقس شرات الكلب ذيله تقلقيس ما يخصك انت حبيبي اتكلم روحي انا هذا حد من العرب يوم مستد ازم بعيد يوم ترده الحايه ياي ها
الذيل يقلقس، هاي تقلقيسة الكلب من يقلقس عند الراعي عرف انه يبى شيء. فلذلك حد من الوادم يوم هو متغاني من بعيد لبعيد، ها من يحتاج ياكي قلقس. على هال نعم تفضل تعال حبيب حفيظ يقلقس شيبه. ها ايش عندك؟ عيد يا ابو عيد جيب عنده اخبار. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. ما يبى تصوير كلام خصوصي. يلا ما يبى حد يسمع. سكرت تقول فيصل تعال. وانت ايش حركت صلاح تو؟ شو قلت حق فيصل زهرمان؟ شو قلت له؟ انت توك شو قلت؟ وين كلام؟ فيصل قال ها قالت زهره مات. صلاح الو صلاح اصلا هي ما بزهره مات، زهره مات. عفوا زهره مات. شو عرف كلمه زهره مات؟ صلاح انت ما يشوف يمين يسار. انت حي خوالك بيسات وعمامك بني خالد. ايش عرف كلمة زهرة مار؟ هاي ما بمالك انت. الله اكبر يا صلاح. اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله. تعال ياي. طال عمرك يا ابو عبد الله. ثانك يو شكرا جزيلا. هاي جايتنا ذبيحه. ابي ذبيح والله ذبيح وافي. ذبيح وافي. نعم ذبيح وافي. شكرا يا ابو عبد الله. يا حافظ يا حافظ. يا سلام يا سلام. عمرك يا ابو عبد الله ادفع الله الشر والبلع عنك. ما قصرت وطال عمرك وبارك الله فيك. يعليك تمد من زود بعت بلع عنك وعن اهلك ما شاء الله. اقولكم حرام يا ابوكم يا يخاطف السن والسنتين ما كل اشتريت لحم. شوف البارح جاي لحم واللي قبله جاي لحم واليوم جاي لحم وقبل اسبوعين لحم. ما كل اشتريت لحم. الحمد لله رزق من الله يرزقكم من السماء. وانت غافل يجيك رزقك للبيت. والله يا ابوك يا مالي عد بالمشترى. مالي عد بالمشترى. ما اتذكر كذا اشتريت لحم. من يوجف شي تلقائيا روح هيجي. طال عمر الصاحب والصديق والاخو والاخت والاهل والربع والصدقاء. وطال عمر كل من يعطي وكل من يهدي وكل من يوصل وكل من يواصل اللوادم كلها. ها شو بلاك؟ شو بلاك؟ هذا حق صلاح. زين صلاح قول طال عمرك يا ابو عبد الله. قول طال عمرك يا ابو عبد الله. عبد الله شكاين. ابو عبد الكريم ابو عبد الله. عبد الله شكاين. تبى الراس بعد صلاح؟ لا مجنون. انا ابو لي اخر راس. بس يلا ضلع صلاح. صلاح ورش وضلع حق قلب صلاح. اوكي يلا ثانك يو. ابي كيس. حطه في كيس ما بالحين وهم ظاهرين بيشلونه. زين هب الحين عقب ما تم الصالون؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يبى ضرابه ان شاء الله. صديقي انت شو تبى؟ انت اليوم متى موعدكم الصالون انتم؟ الحين صلاح يقول لك روح صالون بعدين يجي هذا ودي له. الحين زين ما عليه. ما في مشكله خليه. لا خليه هني بتصيروا الصالون وبتون. يمكن يكون صلاح وصلوا هالقطر حق يسلمون عليك بيون عائله خاطفين سايرين دبي قرب يسلمون على صلاح. لا اليوم يوم انت بتم الصالون كلهم وصلوا. هم سارحين الصبح عقب الصلاة. زين مسوين بيتفاولون عندنا. زين صلاة انت بتصير الصالون وبتي. متى موعدكم الصالون؟ الحين بس شوية لسه ما بعد. الساعة كم موعدكم صالون؟ 11 صلاة. 11 وحين 10. وينك وين ال 11؟ خالد. نعم. وسلام بيبي. ها؟ صالون. صالون سنة في صلاة. يا رب يا صلاح. يقول وين انت غايب هالمدة؟ والله يا ابوك يا صلاح ما حد رابك.
صلاح ما حد ترى دراب سرت ولا اي انت سرت ولا اي ترى ما حد دراب كل زعلان كل زعل جبناك الحين والله وانا انا بابا انا اللي يسالني عن ما ادري شو واللي تخبرني عن ما ادري والله يا ابوك ما حد درابك وش انت يا بعوضه وش انت يا بعوضه وش انت يا بعوضه لا من صلى وصام ما حصل في الجنه مقام وين اللي قاطع الخمس لا حول الله قوي يا صلاح لا حول الله قوي من صوروا يومين يت الشهره الناس عرفت تسلم علينا فرم فرين ثلاثه خيب ها صالون تعطيه 100 واحد لا ما ب 100 20 الصالون اه واحد واحد لا 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 كم ياخذ الصالون سبي مروكن باك هي 120 ولا كم والخيبه 120 سبح والسبح يسبحون بما ورد هو يسبحون بما ورد هذا 120 ما نخبر نحن راعي الصالون بنقول له بوين ياكم صلاح لا تاخذون على 120 خيب هب بعد 500 عندك هناك تراويهم بيزات لازم بيغلون عليك تحرون الكمبني سلافي ديسكاونت 85% ها؟ سلافي 85% ديسكاونت صدق والله؟ ايوه 15 يعني 15% ديسكاونت 15 زين على هواكم يلا صلاح صلاح هذا عادل مال حمام العافيه محمد عادل سلام عليك وعليكم السلام يا ابو محمد هذا صلاح يرمسك بيصير حمام العافيه عندكم العزيز الغالي صلاح هذا مال حمام العافيه هذا الاونر لا بس هو مال حمام العافية يقول له الحلال حلالك يا صلاح عاد اقول لك عادل زعلان صلاح يقول ياخذون عن كم ياخذون عنك كم ياخذون عنه هذا من السلوك الرياضي ربي ما ياخذون عنه 120 ياخذون عنه يدلعونك ولا عليك من حد واللي ما يعيبك فنشف حزته شو رايك صراحه هذا حينه راعي ال راعي ال عادل مال الحمام الله صافا يا عليك تسلم يدلعونك ويبوا لك غدا وريوق وعشاء وانت هذا عادل قول له قول مشكور قول له بسير خلي حد يسوي لي يشتغل لي زين حمام مغربي بس انا تدري ولا هذا من يبى يستقبلونه من تحت تدري من كم سنة عادل تدري من كم سنة ييكم أول ما فتحته زين ليش عيل تأخذون عنه بيزات 120 سووا له 50 50 ربي يخلي يأخذون 50 بس عليكم بعد يتحرك تكذب يقول يكذب حلف حلف يلا خلاص يلا حين هو جاي حين ساير لكم الحين اسماعيل بيدقلك يلا صراحة يا علم من يابك الجنة طال عمرك في صحة غير عن العالم هي ما بمنا شيء إيه؟ أنا من وراء مصلحة ما صلاح يقول لك كل مرة بتصير بيسوي لك بلاش ما بيسوي لك ديسكاونت بلاش بيسوي لك هي طال عمرك شكرا يا حبيبي يا علم نيابك الجنة شكرا لا خليت منك الله يحفظ الله يلا صلاح شفت الواسطة الواسطة تلعب يا صلاح اي تروحون حمام العافية ما تدفعون بيزات خلاص كل بلاش ظفور يدين لحية صبغ سمكرة صبقرة اللي تبونه صنفرة كل شيء كل شيء كل بلاش كل مرة يقول أرباب يقول حبيك بيكلمك هذا اسم إسماعيل مدير مال هناك اسم إسماعيل مال حمام العافية والأرباب عادل يقول كل شيء بلاش حق مستر صلاح هي أونر صلاح مدير هذا عادل مدير مالهم هو ما بمدير هذا هو أونر هذا حمام العافية ماله هو زينة هي يلا قول له طال عمرك يا عادل صلاح 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 قول له شكرا يا عادل عادل شكرا عادل ومشكور وما قصرت يا ربي يا صلاح صلاح بعد مسكرين ما فتح حمام العافية بعد مسكر صلاح 11 يفتحون ساعة كم يفتحون حمام العافية يلا بس سيروا سيروا ها من توصل هناك اسأل عن اسماعيل اسماعيل قال اسم الرجال اسماعيل ولا عادل بقى
عادل اونر مدير عادل عادل ما يسبح عادل ابويه هو اللي اونر يجمع البيزات اللي يسبح الوالد مسؤول اسماعيل اسمها طني نسيت والله شو اسمه اسماعيل من هل قال اسماعيل اسماعيل اسمه ايه قول له كلمنا مستر عادل وقال بلاش سووا له خل كل شيء يسووا له حتى كندورتي يغسلون هلي على ينبه ويكون هلي يلبسون هيا مرة ثانية اسماعيل من طرف ابو سيف العافية سيدي ايه مرحبا اسماعيل صلاح صلاح يا ينكم نعم ان شاء الله على اي ساعة سيدي الحين جاي في الطريق انت تعرفه صلاح ايه عارفه سيدي ليش تاخذون عن بيزات يوم انت تعرفه لا ما انا ما بصادفوش كثير لو صادفتوا ان شاء الله بطبق على تعليمات ابو سيف ان شاء الله شو قالكم الحين بيقول خلاص فري على طول ولا بس اليوم على طول ولا بس اليوم خلاص يوم سمع ابوي على طول سيدي حتى قطع التليفون نعم ها معليش الارسال الامور طيبه ان شاء الله هو جاي في الطريق ان شاء الله سيدي صح هي الحين قالكم اليوم بس بلاش ولا على طول والله خلاص الامور طيبه عندي الموضوع ما عندك اي مشكله هي لك أن اليوم بلاش فري ولا كل يوم شوف خليه يجي يسوي حمام ان شاء الله نتوصى فيه بعدين نوريك شو لا انت الحين الامر اللي ياك اليوم ولا دوم خلاص دوم ان شاء الله لا لازم تتاكد اتصل في ابو سيف ورد علي خبر خلاص اوكي بس هو قريب يوصل ما يخصك انت اول شيء اتصل في ابو سيف خذ التعليمات ورد علي خلاص يلا الله. ها انا سيدي خلاص ان شاء الله امور طيبه شو الامور طيبه خلاص على طول فري صح ما ادري انا شو دراني خلاص اوكي ان شاء الله ماشي مشكله شو قالوا لك خلاص اوكي قال لكم يجي ما تحسبوه اليوم ولا دوم دوم اشكر فن ابو سيف طال عمره اتصل عليه واشكره يلا بس خلاص اوريدي العالم كله سمعته يلا شكرا يلا يا ينكم ترى صلاح في الدرب عماركم شامبيه يوم يحيدني يالسة فنيل ما عاب اللي والطاول فنيال بابا قهوة ليش قهوة اشوف نزل تحت ايوه هذا صب مضايف هي بس لا بس عليك هذا الفنيال لا هاي شوف ها صب الفنيال العادي هذا الفنيال العادي وهذاك نزل هذا الصب يقولون صب مضايف حق منو هل بالزيارين تصير عاده هي هل بالزيارين اللي على روس مجان واوف ماميت وديره وهذا شيخ الجان يصبون له النمونه هاي اللي عليهم العفاريت الكبار هذا يجهبونهم هالنمونه يوم يصبون حق الادمي يمزرون الفنيال يعني ابو انا ما بنضيف مضيف يعني اللي خاتم مره داقين على راسه مال جان طبول لين نقع صماخه فيقول مضيف يزعل ينقم العرب يوم ما يصبون الفنيال شيء بسيط يقول انا ما بحالي حال الوادم انا مضيف خلاص موفي يعني ذابح ثور حق الجني اللي في راسه ليه ذبح ثور حق الجني اللي في راسه خلاص هذا خلاص مكمل هلا كان اللي ذابح ديت واللي ذابح فروية واللي ذابح خروف ولا ذابح ايا كان هذا ابوي عادي لكن اللي مضيف الثور عن سبعه عن سبعه عن سبع عن سبع ضيف فلذلك يقول ها فلان مضيف فما بالك حد منهم كل سنه يضيف بثور هذا عاد مره هذا يوم يشوفونه فزهم يصير يومين يتراكضون يرحبون ابوه جايينهم ابوه زيارين ابو الجانب كبرهم وهو بكبره جني وشال على راسه جان شو يضحك انت الله يا شان بيضحك ما ادري على شو اوه نعيم 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 كيف الحال خلاص ها هو خالد ها خلاص هو حمام والحين بيسوي اعضاف اليدين والرجلين ومدلع حاله ان شاء الله صح كيف الحمام زين الحين قاعد يدلع عمره من كير بدي كير فوت سبا ان شاء الله وبعدين يجيبوا له ان شاء الله فطاير وخلاص تعال يا خالد ان شاء الله تسوي مثله يا حفيظ تعال السلام عليكم عليك السلام شي دهن لو ما شي دهن في دهن موجود جديد ولا ما الاول لا جديد قول والله اي والله ويلك تاكلك النار جهنم في جديد متى سويته اخر تيدين طلعت لي ما اول سوي زين كل يوز بسوي وهتمر كل يوز بسوي ما شاء الله ثانك يو
ثانك يو. اي وين؟ شو اخبارك؟ شو تسوي انت؟ دومك تيتر؟ دومك تيتر 24 ساعه اكل؟ ليش اكل؟ كل شيء ليش؟ شو تاكل الحين؟ انا ركض رطب. رطب؟ هي. رطب من وين؟ انت ما اجي واحد اليوم كم شخصيته كاتون؟ ايوه انا واحد كاتون هالبيتك البيت. كلنا خدامه يا البرمه هالريال منا والحرمه. كلنا خدامه يا البرمه هالريال والحرمه. كلنا خدامه يا البرمه هالريال منا والحرمه. كلنا خدامه يا البرمه هالريال منا والحرمه. اسمع كلنا خدامك يا البرمة هالريال منا والحرمة. كلنا خدامك يا البرمة هالريال. المهم والأهم، المهم والأهم إن معرض أنتي أحلى، معرض أنتي أحلى اليوم وبكرة، زحمة ما شاء الله عندهم بطريقة ما تتخيلونها، فلذلك مددوا ساعات العمل من الساعة 11 الضحى العالي لين 11 في الليل. الحاضر منكم يعلم الغايب. معرض أنتي أحلى في قاعة عبيد الحلو، مددوا الفترة من الساعة 11 الصبح لين 11 المساء. عندكم اليوم مباشر، اليوم مباشر حاضر في قاعة عبيد الحلو. معرض أنتي أحلى كم هي؟ سي معرض أنتي أحلى، معرض أحلى في قاعة عبيد الحلو. قاعة عبيد الحلو لا برلاتك. لا واحد ولا اثنين، عشرات اللي حصلوا، اللي استفادوا من سيارتهم سايرين بيتشرون، سايرين المعرض بيتشرون، ما وعوا بعمارهم الا فايزين بالجوائز. حد منهم فاز بعمليه تجميل، حد مال رموش، حد ما ادري شو هذا مال بديكير وماديكير، وحد حصل بزياره حق عين دبي، وحد حصل مليون حاي وحاي طلعت جوائز شيء، حتى بيزات حصلوا وهم سايرين يدفعون بيزات وحصلوا بيزات. هذا في معرض انتي احلى اللي في قاعة عبيد الحلو اللي من الساعة 11 اليوم لين الساعة 11 في الليل، اليوم مباشر من بعد التنديد. ها كلهم حصلوا فايدة، منو اللي سايرين يتشرون على اساس يدفعون بيزات، ما وعوا بعمارهم الا فازوا وحصلوا بيزات، يعني ساير ادور خسائر وحصلوا فايدة، هاي غير ساير ادور فايدة لقيت المصايب زايدة، تنقال في العكس. يلا الله يسر امورنا وامورهم وفي المسلم. الله يسعدكم هالرجال الحين اولياء بالثامن ويا اسعد دالي قاعد اصور وياه، قلت له ابرك كم ساعه ما عرفني هو بالثامن، قلت له كيف؟ قال لي بالحس. قلت والله لا احس ميحد ولا احس طلال ولا احس ابو بكر ولا احس محمد عبده، كيف بعرفك يعني بالحس؟ يعني شو الموضوع الحين؟ يعني كيف بعرفك؟ في شيء يعني يجذب صوبك. ما في شيء، ما فيك شيء يا ابوك من اللي يجذب، انا ما اشوف فيك شيء من لو ما فيك من اللي يجذب، اما تطير به الذبابه علي ناحا حالك حال الوادم، ما فيك زود. انت منو هالريال؟ ها هو صور لي هاي فيديو. هي زي حين انت منو؟ ناصر العامري. ناصر والله والنعم. والنعم بحالك. انت مطرب تغني راعي رزفة راعي شلة راعي قصيد؟ يعني ها لي في القصيد شويه. شوف انت عيل دق الحديده هو حامي. يقول من يبادلنا الموده يفتدى له بالحياه، ومن يبادلنا بتجاهي ما له منا الا الجفاه. الجفاه بادلنا بتجاهي ما له منا الا الجفاه. الجفاه نرخص الغالي لجل من يحتضننا لهواه، ومن رخصنا في عيونه لا يطالبنا الوفاء. هذا ابوك اللي بيرخصك بعيونه مره لا تسر حتى عليه السلام. الله أكبر. فنان ما شاء الله عليك، غير نمونة من نوع الكوي على ما قال أبو راشد. إنزين شو عندكم أنتم مستشفى بابجي؟ باب ما منشر؟ حد من لهل شوية. إن شاء الله ما عليهم باس، إن شاء الله ما عليهم باس. ما شاء الله حتى الروس ما يدل بيتهم، مغلط راسي أبو ما راسي أبوكم بين كل شعرة وشعرة 10 شعرات. ما صمد بينين أنا أبو هالغلط راس. لا إله إلا الله، ما أقول عنك شيء. توبة ما شاء الله عليك.
راح يجينه. شوف تعبت من التليفون. شوف منو حصل. هيب حصل قوطي بروي. حصل حصالة. هاي بقول. ما أقولكم هل ما حد في بارجيل إلا يوم فنانين. أنت من حضرتك؟ أنا رانيا الغزاوي مديرة الاتصال والتسويق في مدينة برجيل الطبية. والله مليون مرحبا. مكان ممتع وجميل. اللي يلسى في هالمكان روح طول العمر. هذا شرف لنا. الله يطول بعمرك. شكرا جزيلا. الله يرحم والديك. شكرا. نحن بيتنا قريب وكل يوم ما نمضي جينا هالمكان. طال عمرك. شكرا بنتي. شكرا شكرا. هذا الرجال الحين يقول انا متلوم يعني جيتكم ازعجتكم. قلت ابوي ما حد الا انا ومدير اعمالي وياسين تقهوه وخلصنا. هو يقول لي عاده كان ما ازعجتكم. قلت له ابوي انا ظاهر يوم اصور لوادم اخذنا منك محتوى، اخذنا بيت قصيد، العرب شافك وشافك وشاف بتشوف العرب انزين، واللي ما شافك من سنين اللي متلاجي وياك في مكه واللي متلاجي وياك في عمره ولا في جامعه ولا في فريج ولا في سفره ولا شرق ولا غرب كل بيشوفك الحينه. صح. لكن شو عاد الجانب السلبي؟ اذا حد يطالبك بيسات بيرد يكلمني. هي والله ولا حد له دم عندك ولا يطالبك بديانه ولا شيء يطالبك كلهم يردون عليك انت. هي بيقول هذا وين طالبه بشيء. هي والله يبنى اياه بعد خبركم حتى عرق على غرفتك في المستشفى. هي والله هالسوشيال ميديا سيبوا حدين. بدايات القيض الحين بدايات الحرور ايت ابتدت 37 38 35 وانت ساير ابتدت الحرورة. فقلنا لهم بوي الحين لازم تبتدون في التطربيل. ليه بيصير طالت عماركم برا عند اجتماع شرق وغرب اي شيء شغل خاري بتلقطة يتروح ويتعطر ويتدخن رقم واحد. لكن يوم بيرد البيت بيدخل مثل ما هو. لا نحن الحين طالت عماركم نغير النهج. يوم بدخل الحين بيتي بظهر مضربيها من داخل السيارة وبتروح. هذا اثنين لازم تتروح لهن المسيد والبيت. بتدخل عند هلك ما تدخل بخياسك ما فضل عنك. لا تتروح تغدي بخير وسهالة واللي بيدخل بيت الله واللي بتدخل بيتك لازم تروح. لازم تخلف الآية تعكسها. ما بلا بين ساير تتروح والبيت تدخل بحوحاوك. او شامبي شو اخبار؟ الحمد لله. ها كم تحط فيها؟ نعم كم تحط نبات؟ هذا رقم ما بزيادة 15 هذا شكل أكثر. هذا ليش؟ هذا يعني يجي تمام. أيوة هذا هذا بن على زين. شكرا. كم نبت اليوم؟ اليوم 6 نكال هذا شكل واحد 4 واحد 2 واحد واحد زين. بارك الله فيك. أي مكان بطل أنا أكثر واحد واحد. Thank you شامبي. ما زين يوم تتمشى العصير تتمشى العصير ولا الفير في الزراعة في الحوية. لذلك أنا دوم أنصح اللي الله بيرزجه أرض لا يبني وهي أرض يعني شوية فيها بحبوحة لا يبنيها كلها. واللي بيحصل أرض لو حتى أرض بسيطة يحاول أنه ما يبني الأرض كاملة. بنيان الأرض كاملة يفقد رونق البيت. البيت يفقد الرونق يوم ما في مكان للخضار للزراعة. ما في مكان انك انت تجلس تزرع وتعدل وتزين وتملي فراغك. ما بتتم حين دبت حياتك شداد بن عاد دبت الحياة بتتم عفريت تنقز على كراع لازم شوي بتتخشول. فلادمي يخلي لليوم هذا وقت التخشويلة هذا يجلس بين زراعته وسامانه وحفاده يعني. فلذلك قيل ما بين اللي قايل قيل لي ما بنى بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما وحاله. لي ما بنى بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما وحاله. فلادم ابوي يجدم العمر من يوم هو شوي باجل عن التقاعد 20 15 سنه 18 تلاحق عمر ابوي يسوي له ابوي بروي ولا يسوي له العوب ولا يسوي له شيء يكون يملي فراغه فيه من عقب التقاعد. ماذا وإلا بتيلس ابوي تحط حرك ابوي في الاحفاد وفي اليدرات وفي الاطواف وفي تسكير البيبان وبيتيلس ابوي مضيج على عمرك مضيج على هلك. فلذلك ابوي اللي في حيد عمره
في هبه من الحين ابو يتلاحق عمره ويعدل ويزين ويذهب العمره. وقت الفراغ، وقت الفراغ قاتل، فلذلك تشغل عمرك بما فيه خير. بالله خير، خير ومصلحه للعمرك ولهل بيتك. ولا بتيل طول الليل ابوي تريري البيبان وتشيك على القفول وعلى الولوف وعلى الكنديشنات وسكروا هذا وعدلوا هذا، وين فيهم عليك انت هاي الساعه؟ لا 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 لا، فك عمرك ابوي من الصدع والديانه، وفكهم هم دخيل الله، فكهم هم توهم في مقتبل العمر، وانت ابوي خلاص قفال قفال. يلا بحسن الخاتمه بتيلس تضيج عليهم، ما يستوي تضيج عليهم، عيزت الوادم عايزه. هي والله كل انسان ابوي يتلاحق عمره من الحين. ابو خلاف خلاف يوم تصك الحلقه البطان ما شي فايده، لاحق عمرك من دام تشوف عمرك الحين شويه فيك مز وغزل وفيك شويه هبت، لاحق عمرك وثج عمرك من الحين، عدل العمرك قبل الشيء وبعده. ها شوف ها شوف العوده، هذا ابوي يقول لك المدخن ظاهر من براطم، العوده ظاهر من براطم المدخن، هذا يوم يطرونه. ها الصبح اليوم كنا نطري سالفه المدخن، اليوم نقول يا ابوك حد من الميارس المدخن مهيور، المدخن مهيور في حد من الياس، وين ابوي عند العرب لان المدخن هم دخنوا ابو راشد. ما بصورك ما بصورك لا تحاتي. هي تعال انت تجي وين في. يا مرحبا ابو راشد. يا مرحبا يا ابو تو، ما نور المشرف وش عم نعموه قوي. ايه شفت قهوتهم؟ نعم زيدنا ابوي بالفنجان. ايه حطوا هذا هنا. اقول لكم ينا عند عرب احنا اللي جبنا عندنا وين عندنا دخلنا. اول شيء صرنا ابو ظبي داخل، خلصنا شغل حق ابو راشد وينا هو، وقلنا قبل ما نصير الممشى بنخطفني على الجماعه. ايه لو تقهوينا حينا ودخلنا عين الله خير. وين بنسير؟ بنسير القناة. قناة قناة قناة، بنسير قناة الممشى القناة اللي في ربدان، بنتمشى وبنحوط عين الله خير وبنظل بيوتنا ان شاء الله. المهم براشد طالت عماركم استوى حين فولي بوكت، هذا عدين حين حاتيه استوى ابوي من نوع الكوي حين براشد. أيوه. بيصير وياي اسطنبول، بيرد تاريخ 20، من يرد بيجلس يومين، بيسافر ابوي المغرب، بيجلس 5 ايام، بيرد بيجلس 5 ايام وبيرد يصير وياي البوسنة. الحين مشكلة انت براشد استويت. أيوه. بطير عني؟ لا ما بطير ما بطير اكيد مرامي كميتين، انت تعرف اني ما بطير. طيب. دراني عزمت حاتيك. نجحنا ما جينا نقدم اوراق الاجهزة وتعدمت. ما يطالع غربلاته مشغول ويا التليفون. اجتماع اخر ليل خالد الخالدي منهل العاسمي ابو راشد، ابو راشد خالد رشيدي. اجتماع ثلاثي، اجتماع قمه. هذا اجتماع قمه شو عاده اساسا نعرف شو الوزن اللي بنشل كيف الطريقه. الحين لو ما تدروا اللي ما تدروا بنتوا هذا الحين نحن بنطير، عندنا رحلتين، رحله تركيا والثاني البوسنه. ايه؟ بينهن 10 ايام، 5 ايام منهم وين بيصير؟ تخيلوا ماركورو جاينا داعي مراكو. ماركورو مراكو جاينا داعي. شان ريتو شوف انتو شان في النار بارد. ايه؟ من عقب ما هو حتى البريم يلا يلا يوصلها الحين اللي من لندن لمراكو شو سوى الله يخلي ولما اسكت ولا لأوسلو ومن اوسلو ما ادري وين. شو هذا شو ياك انت؟ ايش هالمشي خليتك؟ امراه طالت عماركم ان الحين نحن بنسير ضرب لين لصبنجه، من صبنجه بتشل الطياره في اخر يوم، نحب نرد لابو ظبي وهو بيطير من صبنجه الى المغرب، بيجلس 5 ايام. نحن نهار سادس بنطير من ابو ظبي جده البوسنه، هو بيطير من الرباط جده البوسنة، بيجلس ويانا 3 ايام وبيرد ويانا ابو ظبي. ليش؟ لان الرحله من المغرب
لين البوسنة كم؟ ثلاث ساعات ونص ومن أبو ظبي لين هناك واي بيطلع عليه تعب، فلذلك أبوي هذا التخطيط استوى. هذا من صباغ اللحية، من صباغ اللحية هو أبويها نوع الكاوي، كاوي يقول لي يلا هذا حين قام الله يقول حق الوالد تصبحون على خير، تصبحوا على خير إن شاء الله. نشوفكم باشر للقاء في المستشفى مع الفحاش حق هاي مال خشب. هي باكر إن شاء الله تصبحوا